الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، صحابي كان سديدات مانت وأبو أيوب الأنصاري خالد ابن زيد النجاري، خالد ابن زيد النجاري منك كان هذا الصحابي الجليل يدفن تحت أسوار القسطنطينية. هل حبالة يا حقها إيه ماشي القسطنطينية؟ طبعا القسطنطينية لديه جري ومقعي قديم كنس النوبل وإسطنبول إلى هنجرتوي ماشي، هذا أبن قشان إسطنبول اللي هي مجي عيدي فارق ده واحد اللي يجري القسطنطينية. مركو ده واحد هاي عاصمة ده إمبراطورية ده رومانك، الإمبراطورية الرومانية انتي قد حيث يسدح بقول يصدر نيشان إلا يسدح بقول سجاش نيشان، وحق عندك وهي نمانكي إمبراطوريينتي رومانك أها يجا مامولي هالكاس عاصمة بيوهايت. كدبنا باللوغي سدح بقول يو سجاشا نيشان إلا كن أفر بقول كنتن يسدح ذلك، وحين نقطي عاصمة دي الدولة البيزنطية، الدولة البيزنطية بعاصمة النقطي. طبعا مركا وقت يا مكي لجاري أو وقت المسلمين أي فرتان مسلمين تفرشاد أي فرانا يعني مرو كلية ما ينفرانا وحاجة لإسكود داي كالدوان وتربضا وإسكود داي مرة بقى إنا فرتان مركي يقول ريسو حال إسكود داي كون سجال كون أفضل بقى لأفرتان كي يطوان كي عندها وحان كان لو ميلادي ما كان إسلام كان مرنو حي إسكود داي كون أفضل بقى لباتاني لبادي. لكن مركي قدم بيسواتي إلهي محمد الفاتح أصاب وغني مركو جعان تكون دي جنوة تنقب بحي إسلام بول أما الإستانة انتو اسكوصة ضدو ما انتو حلو يقان إسطنبول وهلقا إيه تركي جاء هلقا وهلقا وكو حبالين هاي سحابي جمان تا مركي مركو والله مرحلة بوض سدح مرحلة بوض بي مقالو دو صوب مرتي مرحلنا ومرحلة دي أي هيستين الدولة أو الإمبراطورية الرومانية وهاي سدح بقول يصد نيشان إلا أيوه سدح بقول سياش نيشان مرحلة اللي بعد نحيد الدولة البيزنطية ويد كب الله من يستح بقول سياش نيشان إلا يكون يفر بقول يوم كنت يسدح لي مرحلة السدحات وفتح القسطنطيني على يد محمد الفاتح وأيضا لسوق جار وقت ياس ومقعنا مكة أبهيم. الضباء هذا الصحابي الجليل، هذا الصحابي الجليل يدعى خالد بن زيد ابن كليب من بني النجار. مقع اسبولي حلقوا مقع ابا خالد ابن زيد مركضت ابو ايوب كاس ومبو كعام بحي انا كعام بحي وكن يديسي لكن مقع اوليه وحلقوا مقع ابا خالد ابن زيد. اما كنيته فابو ايوب واما نسبته فالى الانصار. هدي كونيا السالة شاقو كونيا دوا إن مقع علمها هذا الشيء كالبقو إن أمتكو الضانبا ويليا قبربا مدن إن لغو مقع عابا أيا كونيا لغو مقع عابا هو يدان أم هبل أما أم هبل بل إلا إسنا أم أبو هبل أما أبو هبل يوحي لم يدر نسبضنا وهلكا وكو أبتر سنوي وأنساري ويدر ومن منا معشر المسلمين لا يعرف أبا أيوب الأنصاري. ما واحد يرقف أبو أيوب أنا قرني أبو أيوب وعلم على رأسه نار يعني عيد أنا قد مكملها. فقد رفع الله في الخافقين ذكره إلى هي وحوكر يا لي إن كان أبو أيوب للي يا هي مجعيسى بري إيوه قرح دعي قرح كصبح انت قد حيث مخلوق كل نور إلهي با مجعيسة جارسيي ومجعيس إلهي با كرهي
خافقين لغة العربي الشرق والغرب بني بوحبة. وأعلى في الأنام قدره إلهينا شرفتي سوكر لجي ومخلوقات كانت بتشهر فمبو أخا حين اختار بيته من دون بيوت المسلمين جميعا. إلهي مركو دورتي قريش ونقض قرية كلية لغا دورتي قريها كلا مسلمين تأه لينزل فيه النبي الكريم لما حل في المدينة مهاجرا. وإلهي بقى دورتي إنه نقض قرية النبي كسود دقي النبي محمد صلى الله عليه وسلم مركو أهجر حق المدينة المنورة النبي قال لكم كنت الكعبة يا حبيبي وحسبه بذلك فخرا. هل كان سيدنا انت بانا فان ابو فلان امان يو قف هدي ما انت او شيغان كرو وحابانها انو دوهو هدي اي باتهبا ابو ايوب وحافان هي شرف يو رفعو يو وحلا شيغا وحا ابو فلان ان الهي قريسا او دورتي او كدقى قريقا كليا اللغا دورتي قريها كلا سو النبي صلى الله عليه وسلم يسود دوه ومركي النبي صحابة ديسا أي كسر هجرتين مكة المكرمة وأي مادين حجاز. ولنزول الرسول صلوات الله عليه في بيت أبي أيوب قصة يحلو تردادها ويلذ تكرارها. سو دقيتان النبي كسر دقي قولي أبو أيوب قصة أي هلك قصة دم قصة سو العلم تقول آدم مع ذا نغنقتان كيدينا آدي آدي ولا لما يسو ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام حين بلغ المدينة نبي مركو المدينة منورة أوسان بيجي وجاري تلقته أفئدة أهلها بأكرم ما يتلقى به وافد ذلك ما يشد كان قلوب تودي أي النبي صلى الله عليه وسلم قال وشو أنه يسي سي ماموس له أوقف وافده أي مرتيه أي وفد أهله سوء دوي أي الله سوء دوي النبي صلى الله عليه وسلم وتطلعت إليه عيونهم تبثه شوق الحبيب إلى حبيبه إنه ذا أي النبي صلى الله عليه وسلم حقي سأجهزته إيه أوجد بني جعلك وقوه قف أهلو بقف جعلها قف جعل مركب وأركه عندها أول الراعي سيدو إيغي سو أفيرينيو سو أضيمونيو سلم يتابعي مركب النبي صلى الله عليه وسلم أسوى قابل المركبين وفتحوا له قلوبهم ليحل منها في السويداء قلوبا وأفرا سمرك قلبك بؤذي سؤود النبي صلى الله عليه وسلم يعني معنى ضد حي أحيان عجائب تودل وأشرعوا له أبواب بيوتهم لينزل فيها أعز منزل الباب بدنا وأبلقين الكاء أي دونين إن النبي صلى الله عليه وسلم ما لدقه ما شعبون سنين النقط حرب إنه في هذا ريم الدين ومكة الحرم مشروع الله كالحرم بؤها سيدي النبي صلى الله عليه وسلم لو سوء دوين لها. لكن الرسول صلوات الله عليه قضى في قباء من ضواحي المدينة أياما أربعة لكن النبي مركو هل كاتتغي وحو آذي ما شاء الله مقع بقباء وما هل كمسجد ما شاء كيال وطبعا ما شاء كسي دقي دوننا أبو أيوب مسجد كيس هل كيال لو حيو جستاه لو ما يلبق جستاه ولا ركتين مركا حرم كلا آذي يسيء سوء دويهين أفر ما مو بها كامركا دقي مركب النبي مدينة صغيرة ما آذين حلقة ومسجد كي سمانت وياه لا كيوح وكود دقي ما قبل اللي يقال مسجد كقبا حلقة سكود دقي أفر ما مره حلقة سكود دقي النبي صلى الله عليه وسلم بنى خلالها مسجد الذي هو أول مسجد أسس على التقوى أفر تام المود النبي صلى الله عليه وسلم إسكما ومفدين ماشي نص شكما أهين وحق وكل شيء وكل دياري مسجد كمانت الذي قال أول مسجد أسس على التقوى وإله قرآن وكل شيء لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان الخير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين سورة براءة أواخر كذا أي وحلقوا شيء إنه جيل المسجد وحلقوا أساسي فاونديشن لو قد ايه تهي تقوى مسجد كان مركز سيدة قاركا وحلقوا أمان أهل قباء ولذلك إلهي مركب إليه والله يحب المطهرين مركب اللي ويدي راقب اللي يري إلهي مركب سيد قارك إن كوكو أمانة إلا مقفك السبو طهر وطهرقة تايب مقفا طهرقة ذن جبال جلال
ام هاد جوجا مدينه او مكه هاد جوجا قفكه صوم مسلم وطهر قاتل لكن واي ليش انتو سجاره اللي نكون امان وحي لادين النجا بقحه وحنوه لي بيها بيها نراعين جدا هل كان مركب حلقه قاتل مركي لطهر قاتل سيد فقي انه صوم مرتي ان لبضه مركب لجمعيه مركب مسجد هل كان سكوت دقي وماشي النبي صلى الله عليه وسلم ومالي مود بوستي وإيمان جري وفي إسوه وإسيستي وقولي سكا صبحا وهل كاي ماذا وكنت كذا وطن عمري يقول لك أنت وطول النبي صلى الله عليه وسلم أولها ثم خرج منها راكبا ناقته كد من النبي صلى الله عليه وسلم هشي سيبو مكا صوك حيستي فوقف سادات يثرب في طريقها وحل بوحي دقية وضيالة اندهب بوحية ومد لحظة كشرفا وحي بالله بين إني وضدي ويستاجع النبي صلى الله عليه وسلم كل يريد أن يظفر بشرف نزول رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته مدر بنا حكاية لك أنت والربع إنه يستجم نقضه نيكي مكة كل هان لها أما كل يبان لها إن النبي صلى الله عليه وسلم قرقي كسو الدبو يعني معنى شرفته إنه قاتل وقفر بيحر هذين شرفته إنه النبي قرقي كسو الدبو مركضتك يوم وضد استوبان لكن رابو البنا وحاهر جوغا سيد كودا هر جوغا ودقو دي بهر جوغا حين مركا أقع عن هاتين صلى الله عليه وسلم أنا يجيم وأنا يجيم يا رسول الله وكانوا يعترضون الناقة سيدا إثر سيد ويقولون وحق أي هر جوينيين حش النبي صلى الله عليه وسلم كان مركو صلى في مثل كلا كالدنبي مثل كلا كسيد دنبي يقول له أقم عندنا يا رسول الله في العدد والعدد والمنع رسول الله إنك نلجوك هديتها اتراء هديتها عدد هديتها إن لقوا دفاعنا إنك هلك كان ديار رؤى وحلب كولا تاجم يعني بمعنى وحي سؤال لوين هنتي ماشي ذلك قلوبتي با فرنتي انت اني بروهي اني فرمين عيونتي با فرنتي انت اني جعمه اني فرمين وضضي استوبان هل كيس اسوي مادين يبو كسو بحي قلوه دي مكا كسو بحي نوال بن وحول أقم عندنا يا رسول الله نوال بن وحول روى مركة إنه يلاله وحانا ها نينك النبي قل يسوي سؤال وهي مركة فيقول لهم نبي قنا انت وحوليه قف البكسو هربحة أو اسكت ضي إنه هاش اللي جان كيدا قبصده وهل كان مركة إنه قل يسوي مركة الرب وحول دعوها فإنها مأمور ورسكسي داي وأمران تاي أمر إلهي ويكسو عطاي اسكت داي ما عرفت وحبا ما عشان هكو يستجنني وتظل الناقة تمضي إلى غايتها تتبعها العيون هشو إسكسي شعرتها وإسكسي مكة ودد دي قبستي إن لهنا مركة إلا نقفكي هشو أي كنت كنت ماضى يقذبته إن له لسي الرعية وتحف بها القلوب قلوبتنا مركة إيسي وينينيس إنت يعني قلبي إيشو مركة إن له بحي الرعية يعني حي قلوبتي إن له بحي الرعية هشي بحي الرعية فإذا جازت منزلا حزن أهلها وأصابهم اليأس markii uu guri saa u sii gudubto dadka gurigaa leh ahalkaas murugba ku imanaysay ilaa macnaa ma noqon dadkii nasiibka badna ee ilaahay subxaanahu wa tacaala u qadaray in nabiga sallallahu alayhi wasallam gurigooda uu ku soo degto baynama yashruqu al-amalu fi nufusi man yalihim laakin qofki weli aan la soo gaarin oo tookiis la soo gaarin amal yidiil rajac ka muuqata hebel haddii la soo dhaafo adiga marka dowrkaagu kugu imanayo islihi xaaladu sidaa baa وما زالت الناقة على حالها هذه هشو حيث لا كسي سعتبا والناس يمضون في إثرها دتكنا أي دبا الصعدان ودبا الرعلين يعني. وهم يتلهفون شوقا لمعرفة السعيد المحظوظ اللي مركن والله سوق قدبي هبل والله صار دافي هبل والله صار دافي دتكو هلكي وصعدان وحيرا ما كان إني أغادان نينك كان نسيب كبضان وإلهي أقدري وكشرفي إن النبي صلى الله عليه وسلم مرتئ النقطة كاسرة من إني أجادن حتى بلغت ساحة خلاء أمام بيت أبي أيوب الأنصاري وبركت فيه سأسع التيبة وحي كتمد أرداج أبو أيوب الأنصاري ما البنان الكاسي مكة هاشي أي مكة أرمته فريستها هالكاسي فريست لكن الرسول عليه الصلاة والسلام لم ينزل على لكن الرسول كدو فلي كدو سارة كما الدليل فما لبثت أن وثبت وانطلقت وحي فرد مركب انتهي قتل هذا نسيد قاتل والرسول مرخ لها زماما النبي قنا وأسي داي ما أردتي هو قانك وأسي داي وإسكسي سعوتها ثم ما لبثت أن عادت أدراجها هذا هل كذي بيكسر النقطة شانا كلمة صبر نصام عاد فلان أدراجه
هلكي مكا كيمد بكل عبتو وبركت في مبركها الأول هلكي وهو الرئيسي فريستي هذا فريستي عند ذلك طبعا بقول يا بيو هرتيسة وي فريستي وي كتكتي هذا أنا كسر رقال إليس مركي وأركي أبو أيوب الأنصاري حشو إني هل كذي دي بقصوا الله باتي. عند ذلك غمرت الفرحة فؤاد أبي أيوب الأنصاري فؤاد أبي أيوب الأنصاري مركز فرحة ده وحي دبو الشيء أبو أيوب البيسي وبادر إلى رسول الله صلوات الله عليه يرحب به مركز مكي هل كدك دي النبي أسود وحمل ما تعب بين يديه مكاسو النبي صلى الله عليه وسلم على ابتي وتن وصوق هذا وكانما يحمل كنوز الدنيا كلها وحمد مودا مركو النبي على ابتي سورريو الدنيا ذا كنوز جيري وهي الهي وكيد ودي الذهب الى العد العد يقلل سججره دون حنباري مودا ومضى به الى بيت مكه سجوري سلالي يعني شرف كوين يا جرتا خير خلق الله والنبي محمد صلى الله عليه وسلم ان هل ولي ماها اسكت دورتين ماهم مأمورة وفرنتها بي إلهي حقي سي مكة كأمرنته إلهي بس أمري صعب وهلك قولي أبو أيوب تك إن هلك مك إشارة صح لا إشارة خبر على مك اللي تنصح له تنوي تي كلامها وذكر الوفر نيمة بمعنى إلهي سبحانه وتعالى صوت النوم هلك تك هلك يبي تك أبو أيوب مك فرحب بك لك لبط يعني ماله أسلوبه هاي من النبي صلى الله عليه وسلم ألابتا أوصي النبي إليه نفس إليه وكنوز الدنيا إلى النبي هردوه كان منزل أبي مركة هل كان محمد ربنا مركة إينا قال له النبي صلى الله عليه وسلم ويمد هل كان سا قاديد كل باركين قري قري بل قري قري أبو سو يالا مركة سو سميسين كان منزل أبي أيوب يتألف من طبقة فوقها علية فحككم من مركة هذه اللي بطة طبقة نسكده ميال وحاكسر رأيه إيوب يعني معنى ميال هوسي أو لا معرفتي لا صيح ده وقرئ مثل لا طابق كلام وكسر ريا ولا بقول أمس كده فأخلى العلية من متاعي ومتاع أهلي لينزل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم طبق سري قيبت سري سئ قرئ أمس كده بو مريي أو نذيفي وحلوحي حلاب ولها سقي غير كان وكسر الدجيل سوى هالكلام مركا وقبناه النبي صلى الله عليه وسلم مركا قيتي سريسي وقولي أيو مركة بني لكن النبي صلى الله عليه وسلم آثر عليها طبقة السفلى لكن النبي قال هو دار بذي هاس إنو الدقو مجعل ليس هكا سراء أبو أيوب ودجني إنو الدقو فامتثل أبو أيوب لأمره وأنزل حيث أحب أبو أيوب نمرك الحقوق خصبان هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر كيس إنو وهو كان سمو هلك أجعله ودهايو مرهب إلا أجيت روح ويهي النبي إنو إنو رال المقروء إنه كفر حسين هلك ودقوي لكن أبو أيوب ولجع على هذا النبي صلى الله عليه وسلم سار إنه دقوي وأنا نوش جدا نصاب لكن النبي الدار بدي إنه هاس ودقوي مركب ودايم ولما أقبل الليل هذي أنت مركب الجاري وآوى الرسول صلوات الله عليه إلى فراشه النبي أنا وفراش كيسي والتجي وجوش كيسي وهو يدي صعد أبو أيوب وزوجه إلى العلية أبو أيوب في حاس كيسي هل كي سرى التجن إلا هاس وحاد جن النبي صلى الله عليه وسلم وما إن أغلقا عليهما بابهما الباب كما في الساء حرتين حتى التفت أبو أيوب إلى زوجته وقال الباب كما في الساء حرتين أبو أيوب سوى الجيسة وين يسوى الحكيم ويحكي ما صنعنا والهلا قاقين ومحام صميم أيكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أسر ونحن على منه الرسول ما انتوا الرسول ما هاصب وانتوا دقائنا كور مرينا فمحيتها وحاصب انا امشي فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول كدوش يسان دول سعاننا رسول كابا نقا انا صير بين النبي والوحي وما ما امارتي النبي صلى الله عليه وسلم وحي جميعا بحكى لنا بحكى لنا الوحي يسان دول كسو الدقائي اذن انا اذن لهذه كل ما نهلا كسن النبي قال نقا هو سي مركاسا كدر درون الانامية وحي يجي سماد كسر الدنيا النبي كلا نحجري نامي معقول مية وسقط في أيدي الزوجين وهما لا يدريان ما يفعلان أدي أقام ميا لودي لما أبو أيوب يحاس كيسي وأنا إجرا وين وحي قرن الهايان
بمعنى وقفنا عن ما وحد مع سنة مر كوي وأرك إن تلو فريس كبحر ولم تسكن نفساهما بعض السكون إلا حين انحاز إلى جانب العلي الذي لا يقع فوق رسول الله صلى الله عليه وسلم وحي نوعا ما عبار بيد اسكو علين هذا كو ادكاده كدبنا وحي نفسدو رال يكون نقطي ضع كمده وقيت سلسين مكا سبل الاحلام اللي معنى علي ماشي يعني مثلا ماشي هو النبي هذا هل كان كو بيغن يعني هل كو النبي كو بيغنا بفرع كل احدان ميل جيسه بي مكا اي اسكو بوسن يغو ديده النبي هل كان كسر ريسه ان مكا كو ابارنادان ميل جيسه مكا وبحن انت بي مكا كو حسل والتزماه لا يبرحانه الا ماشيين على الاطراف متباعدين على الوسط هل كان مكا كو دغين يو ان كدقاقين لكن مركي سعانيان وهي كو سعانيان وماشي معركتي فرح فودو دي كو سعان مركي فرح فودو دي اي مركي تي توي ماشي انجلش كدو فرح فودو دي كو سعان وهي كا الى الناس مقرر ان ماشي انتي بعض النبي صلى الله عليه وسلم اما هربو كا قسنت اما النبي صلى الله عليه وسلم ازعاد يكو سميه مركا هلكا ساره ماشي برتن كاه والنبي يقول كل بين كل احدان من الجيسي مكة أبحان مركة يسوعان الجيسي كسوعان فلما أصبح أبو أيوب قال للنبي عليه الصلاة والسلام مركي أبو أيوب هو بريستي والنبي قال له الله يحكي والله ما أغمض لنا أو ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة لا أنا ولا أم أيوب أنا هي إيه أم أيوب رسول الله حالي ده اسمنا نجيل سيدي أنسو الجنة يعني غمض جفنه أما جفنه إني سوصا سوء دم جيو سكو حرو وقوكم مركي هردئ كإمانيس ما أغمض لنا جفن في هذه الليلة إن لا اسمين انجلين حالي لا أنا ولا أم أيوب قال عليه الصلاة والسلام ومما ذاك يا أبا أيوب ومحاك يا نبي إن الحالة سوء جدا قال ذكرت أني على ظهر بيت أنت تحته وعن صح صوصتي إن أن ضل فرديو أن ضل جوغو كوري هذا هو هاسك دقنت وإني إذا تحركت تناثر عليك الغبار فآذاك ما كان إن يردق دقاقنا بورك سيجادة باساك وسو الدقيسة وأي كل بيسو ثم إني غدوت بينك وبين الوحي ألي وحي أنت أبدا حيثنا وإني كلا بحتل برسول الله أبو أيوب مركه سيدته النبي صلى الله عليه وسلم وشيء فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم هون عليك يا أبا أيوب بل ازدجيو إنه أرفق بنا أن نكون في الأسفل نجح إنه ونكسب إن هلك هو سأن هدى أن يدقنها إن من لكثرة من يخشان من الناس محايلة ضد ضمن مصاب وقنر النبي صلى الله عليه وسلم بأيمان السماء وأبقر دور بلقو الدقناوي ولا صاب وقنر مركو مركو النبي صلى الله عليه وسلم ديجان كيسو انه غدا ماشي سارة حين نقول انسا مركو مروا بوضت كإيمان زوارتا إني أبو أيوب وما أيوب كدر دريان الدشو دا صام مران وصام صا حقا قال أسي قدبان نكوان وحاس مركو أسوى دا دعان وحيل ما يتنبى النوى نفسا قال أبو أبو مركو وحيل فامتثلت لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن كانت ليلة باردة فانكسرت لنا جرة وأريق ماؤها في العلي أمرك الرسول كان اسكت أي السبيل أو حنا سيد النبي صلى الله عليه وسلم ومرك الله بعد كسر الله بطي إذن أي كجد جنتا إيدا هلك أن جوجو إيدا مالك لا مرة بقى ونود يبي لكن واحد تميد أن وصل بقى انتهابين أي يميد آدي يدقبو فانكسر لنا جرة كدي با جل حدي با مركي با نجدجبتي والربي أجري وريق ماؤها في العلية مركها سيبيه هلك يكون بعدين ماشي سرق بيو مركه مركه بكل داتان غريهان مركه شوب كان مانتا داركيسان سمنتي اه الينيا ما هين مركي waxaa laga yaabaa inuu soo tiqaano oo soo taslaan oo النبي صلى الله عليه وسلم ay marka ay halka gogoshiisi madaxiisa marka ay bii marka ku soo daataan markii baasha intay naga jabtay oo bii saa u daateen fa qumtu ila almaa ana wa ummu ayyub ani wa ummu ayyub bii marka dal ku xaqooda aadmi وليس لدينا إلا قطيفة كنا نتخذها لحافا مر الله سوق قاتل الوتر ترى ماشي الوقت اللي جينا ما يسمى مر يرى ضوء يرى وأننا أن بسطاء كبير أنه أسكت دور النهرين كما كان سيحاني المدينة مدينة قبوة دكتور
وجعلنا ننشف بها الماء خوفا من ان يصل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحان بالله مركب ان مرضي يري ان كقل جنينه بيه halka gaaray inagoo diideyno ka baqaynay inuu nabiga sallallahu alayhi wasallam biyaha u gaaro. Falamma kana as-sabaahu arurti markii la gaaray gadawtu cala ar-rasuuli salawaatu llaahi calayhi nabiga anku kallahay wa qult biabi anta wa ummi aabbay hooyaday baan kugu furtaaye innii akrahu an akuuna fawqak wa an takuuna asfala minni anugu way dhibaysaa inaan dushaada joogo adna adiga hoosaysa. Waa markii saddexaad hadda ogow abu ayuub waa isku dayi saddexaad uu nabiga sal alay waslam wa rabay inuu ku qanciyo inuu nabiga salawaatu rabbi wasalaam alayh kor u aada isna hoos u dego. uma qasastu calayhi khabara aljara fastajaaba lii, kadib baan nabiga waxaan u sheegay wixii xala meesha ka dhacay oo ah weelkii intu naga jabay biyo ay daateen baan uga waramay biyo. Markaasuu nabiga ka dhegeystay biyo. wasacida ila alculiyati wanazaltu ana wa umu ayuub fi lasfali ila lasfal. Markaasuu nabiga halka sare u gudbay aniga uma ayuubna waxaan deegaan ka dhiganay qaybta hoose biyo. أقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام في بيت أبي أيوب نحو من 7 أشهر ضابط النبي كنا يقول أبو أيوب حتى تم بناء مسجده في الأرض الخلاء التي بركت فيها الناقة إلا لقد السي مسجد كمانتا لو يقان المسجد النبوي الشريف هلك النبي صلى الله عليه وسلم هشي سي أي كورمتي هلك صلى الله عليه وسلم. فانتقل إلى الحجرات التي أقيمت حول المسجد له ولأزواجه. مركز النبي يقول في عقد بيت قال لك يا ريرا إيه هل كان لغود ياري إساقي إيه هوين كي سمرك إلي دقان حجرات كاس نوام وصورة المجعي إذا أركتي. فغدا جارا بأبي أيوب أكرم بها من متجاورين. مركز النبي صلى الله عليه وسلم درس لنا قد أبو أيوب أكرم بها من متجاورين ألا وناك سنان بدنا الله بروح الدرس. يعني أبو أيوب iyo nabiga sallallahu alayhi wasallamna aadi markay isku dhex jareen axaba abu ayuuba rasuul allahi sala allahu alayhi wasallam wasalawaatu llahi calayhi xuban malaka calayhi qalbaha walubba. Abu ayuub wuxuu nabiga u jeclaaday jacayl qalbigiisoo dhan markaa hantiyey oo qalbigiisoo dhan markaa ka awood badiyey iyo maskaxdiisa. wa axaba arasuulu alkariimu aba ayuubin aba ayuuba xuban azaala alkulfata fima baynahu wa bayna. Nabigana wuxuu jeclaaday Abu Ayuub jacayl oo wix alla wixii kulfo ah oo labada u dhexeysa marka zuulis. Waa maxay waxaa laga wadaa yani waxaa timid labada ruux markay isjecel yihiin rasmiyaad iyo kama dhexeeyo, bimacnaa waqtiga ad iimaaneysa ii sheeg iyo ballan qabso iyo noocan maa markaa soo qada doonanaysid noo sheeg iyo aan kugu talagalna iska soconin iyo saddex mari maalin ka hor booking samee iyo kulfada ma jirin. Maxaa yeele gacal Ismaciil meeshay timid dadku marka waxaa baxaya marka more closer say dhahaan less friendship waxaa micnaha baxaya ama more friendship markiiba waxaa taqwiya waxaa imaanaya sadaaqo. Ilaahay subxaanahu wa taala wuxuu qadaray sidaas oo kale. wajacala yanduru ila bayti abi ayuuba kaanahu baytu. Nabigana wuxuu bilaabay sallallahu alayhi wasallam ama uu arkay guriga abu ayuub inuu gurigiisa yahay aba yahayba. xadatha ibnu cabbaasin qaal ibnu cabbaas oo marka noo waramay wuxuu yihi kharaja abu bakr radia allahu anhu bilhaajirati ila almasjidi faraahu cumara radia allahu anhu maalin duhur ah oo wirwir ah ayaa waxaa soo baxay abu bakr wuxuu soo aaday masjidka nabiga sal alay wasalam wuxuu halkaa kula kulmay cumar bn khataab. Markaasuu yihi faqaal ya aba bakr maa akhrajaka hadihi saaca. Abu bakr waqtigan wirwirka ah haajirada ah oo dadka inay hergelmo iyo أي نوع ما قيلو شذان أي تايم حاك سو صار. قال وكذا ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. ما أخرجني إلا ما أجد من شدة الجوع. وحكى لي ما سو صار قاعدة سو صارت. قاعدة درن أن دريميو أي سو صارت. قال عمر والله أنا والله ما أخرجني غير ذلك. أنا وحكى لي ما سو صار قاعدة قاعدة. فبينما هم كذلك يقول لو ظهر كسائس يقعد عليه ومن مثل كل هي قاعده سو صارتي اذ خرج عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبي يكون صبح مرك ما اخرجكم هذه الساعه وقيام حد كسو صار وقتين الوقت وقتي قولوا ست وسكفر يستاهل. قال والله ما اخرجنا الا ما نجد في بطوننا من شده الجوع. وحكى لنا وصل صار رسول الله وحانو دريمي انه قاعده درنا ان هيستا ايا قريه نجا سو صارت.
قال عليه السلام: وأنا والذي نفسي بيده ما أخرجني غير ذلك. أنو يسير صوت الإله من كل أرتين وحكى لي مصر صار قوما معي بل إرعم في مكان مركا حديث كان ابن عباس ونورين وحال ربا انتو صال الله قدقو مركا اللي أزال الكلفة بينه وبين أبي أيوب إسيق أبو أيوب كما دحين الرسميات دي قار ما كوي ما دائي مركا دي ما نسيه شاقي تي انتو صال الله قدقو للربا مركا ويصاب عن فانطلقوا فأتوا باب أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه وحي صوص عظام با وحي مادين الباب كي أبو أيوب. وكان أبو أيوب يدخر لرسول الله صلى الله عليه وسلم كل يوم طعاما. أبو أيوب نوح عاد وهيد إنه ما نول بابا راشين وكيد ومال قل النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا أطع عنه ولم يأتي إليه في حينه أطعمه لأهله. دي سيد على النبي إنه كسر راجو وحل لي بلنت هيد أما وقتي والنبي وفي لي عندها ساسا كون أسب بالأحرى أن النبي يكو إيمانا تتكي سمكة وأهل في سمكة سينجي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما له جرام ما الركمنا وما له دي جي لو كيدين جري هدو يمادنا واتا إساق عوني جري هدو سن إيمانا حدي كلام مكا قادر هيدي كرتا أيو سينجي. فلما بلغوا الباب خرجت إليهم أم أيوب، الباب مركي يسوق جاري أم أيوب أوصل بحضر وقالت بحيث مرحبا بنبي الله وبمن معه. النبي قال الله أنت الله سعطة سوء دوادة. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين أبو أيوب؟ أو أبو أيوب؟ فسمع أبو أيوب صوت النبي صلى الله عليه وسلم. أبو أيوب مركه في المقلب النبي هذا الكيسو وكان يعمل في نخل قريب له ومرك كشقين بير تمر يسوي إليه ماشي أنا كيف وقين عطك ومقلب. فأقبل يسرع وهو يقول مركه في يسوي دقي أنتو صار مرحبا برسول الله بمن معه. ثم أتبع قائلا مركز يسود دو نبيو يعني انت كل صوت مركز يا نبي الله ليس بالوقت الذي ليس هذا بالوقت الذي كنت تجيء فيه وقت النؤمن من رسول الله ما انت حوين بعد جرمية. فقال عليه الصلاة والسلام: صدقتها فارون. ثم انطلق أبو أيوب إلى نخيله فقطع منه عذقا أما عذقا فيه تمر ورطب وبصر مركز انتو تجيء بوحو سو قوي لان اما لاما كلا دوان او بيرتي تمرت وكسو قوي او سوق الجيران امان نوعيه كلا دوان تمرت هذين نقول لها مدة يدو جيل عسان مدة تمرق اه يدو بسلاتي مدة بسرق اه ولي ام بسلانين سدها نعبو كان قد قرن كتا تمرت ونوحا إله ده انواع كلا دوان بيلاد. فقال عليه الصلاة والسلام نبي قال مركب الخير ما أردت أن تقطع هذا ألا جنيت لنا من تمري؟ هو مر بين تمرتن عن بسلان إن النوك أنت ولا جف إذا سن لها بدك لا تمر محل نوك إن الحاجة إيه بس كأرك. فقال ملك بن قال في النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أحببت أن تأكل من تمره ورطبه وبصره ولا أذبحن لك أيضا. أنا الربي النبي نوعي إذا كلا دوار لن بدك جل عسان بدك أرك بدك عن بسلان أنتوا إن هذا مساء أنا الربي وعن سكوك الدرائب وعن سكوك قورعي حتى نكون لوغي يا أبي رسول الله. قال مالك بحر: إن ذبحت فلا تذبحن ذات لبن. دبواي هذا روح قورعي سلمي ما نقدها. فأخذ أبو أيوب جديا فذبح النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا مركو سيري كذب أبو أيوب أرجي ماشي بجوجو سوقبتي أركب سوق قورعي. ثم قال لامرأتي مركب سهويني صلى الله عليه وسلم: اعجني واخبزي لنا وأنت عالم بالخبز الضبا عجيك أنت نور فاقد كي مستي مفضل نور دب يروتي نور دياري خبز يهول هاز بيكري قاعدة يقفي عن بيور هوش هاز قدو. ثم أخذ نصف الجدي فطبخ وعمد إلى نصفه الثاني فشواه وحوس المركز نافكي والله وأكل قيبي قيبنا هيدي بهام بوكري سمرق الله غيرها من الفرن وكذب دكو كتوري والنبي صلى الله عليه وسلم بو دياري وأود دبي الله بدأ مرك الله من نوع كلام ولا صلي. فلما نضج الماء الطعام ووضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحبي عشان كم مكوب بسلاعي والهر دي النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر عمر أخذ الرسول قطعة من الجدي ووضعها في رغيف عجر هدبكي نافكي لوجو رعي وانتو صقال روتير نتو قال صا انتو شو قلت حري النبي صلى الله عليه وسلم ساندويتش كدي صلى الله عليه وسلم ساندويتش كوتي ولي يقين.
وقالوا يا أبا أيوب بادر بهذه القطعة إلى فاطمة، أنت قطعة ير سندويش كان ير دياري فاطمة الأدبير، فإنها لم تصب مثل هذا منذ أيام. وحنو كلا راشين ساي سو توسن او ساي سو دحغشن مدو ما ين اكتم بيري او جي فاطمه، وفاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما اكلوا وشبعوا قال النبي مركي انتي هنا اي كدر جين راشينكي بو النبي قال خبز مع كمس ولحم يهلب وتمر تمر بسلاتي ولي أرقوي وبصر مدانا بسلان ورطب يتمد إيادو جلعان يالي سو كان كان نبي يعني ما انتهس ولم يعني واد راشين كماركي بمعركتي بقياس كاس وراشين برم يسوقون تالي ونتي كلا نوع ودام ديزرت جي سوات ويحي سنوات ودمعت عيناه ثم قال مركز النبي انتو المي بوحيد والذي نفسي بيده إلى ما كنت أرتي إن هذا هو النعيم الذي تسألون عنه يوم القيامة. والنعيم هذا إلهي الذي ويدين دون يوم القيامة، ولا تسألون يومئذ عن النعيم لقرآن كأشيري إيه أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها أيضاها سلا صوكل الواتم، فإذا أصبتم مثل هذا فضربتم بأيديكم فيه هدي أي دعاده إن أتقعان كل كتان راشين سلا مؤكله وقعمهن الله قشان، فقولوا بسم الله لهم مقع إله الشيء، فإذا شبعتم مركب دركتان فقولوا الحمد لله الذي أشبع، الحمد لله الذي هو أشبعنا وأنعم علينا فأفضل إلهي ما هذا سكري إن أدرجي نعم هذا نوق الله السيء دارين إيرين السيء. ثم نهض النبي صلى الله عليه وسلم نبي مركب صوهين قضي وقال لأبي أيوب قلت الله النبي ائتنا غدا برنا الموت عندنا ضعفين يلا وقع ضبع رنتي إن دول استاغوا ويمضنتها قدوك كواد حب النبي صلى الله عليه وسلم مركو قلبك وقصده قفك إسوغ عدم بخلاص وحا إن دعو النقنة يحبكاس وحا دعو النقنة يحبكاس وحا أركي وحبكاس وحا مقلي وحبكاس وحا حاجي بوصلة دعوة حاج دعو الباب وحاجي وحب النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا وحي أبو أيوب إلهنا الدوميسو كليقان ألا يعلم من خلقه اللطيف الخبير مركي هاش اللي يري والفرحة تقارى way amrantahay halka amarka ilaahay uu yahay u dhici doontaa iyadana meesheeda ku jirta. waxa kaloo haddana ka qaadanaysaa habeenada ugu horreeyay oo dhan abu ayuub culayska iyo ciriiriga uu dareemayay macnaheeda maaha inuu nebiga ku cuslaama, laakiin waxaa ku cusla in nebiga sallallahu calayhi wasalam sidii uu jeclaa inuu u tiritaaray inuusan heli karin. waxaa ku adkayd nebiga inuu ka hooseeyo oo isagii waxii uu kala dhex galo. waxaa ku adkayd nebiga sallallahu calayhi wasalam inuusan meesha sare uu joogin oo biyo ay kusoo daataan. waxaa ku cuslaa nebiga sal alay wasalam boor iyo siigada ilan guruhu guryo diyaarsan ma ahayn inay markaasa ugu sa intaasa marka dhibaysa. taa waxay muujinaysaa xubbu nebiga sal alay wasalam. waxaa kaloo haddana ka qaadanaysaa dadku marka ay caysho milix ay muddo ay noqdaan ay wada noolaadaan waxaa ka baxa kulfada waxa la leeyahay iyo rasmiyaadka dad waxay noqdaan dadka isugu dhow hadalkay doonaan isdhihi karaan waxay doonaan kala qaadan kara walidaalika markii hadan abu bakr iyo cumar ودك أمد وقوة وين بعد النبي صلى الله عليه وسلم بما في ذلك النبي حقيقة كررتها نبي كو أبو بكر لبو عمر وسدح دمات أمدا ودك أو خير كبضانا إن قاعد يقوله إذا كسر صارتوح عنان إيوايان يقو ماشا أريد كسر بقولي يقو قحة صوصا لغا المدينة النور يقو لبتا أو صوم مريك يقو إنت جهادك في سبيل الله كد روح عنان بإيوايان. إلهي سبحانه وتعالى مركب فوق الدرعرق أنصار مركي إلهي وأماني والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويثورون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إلهي آيات بك أمانة في أنصار لك أنصارتا إن يعني تبوأوا الدار والإيمان أي تبوأوا إيمان إي دارت إيقاد دقيق وضد قلوب تضؤفر ولا يدهم مسلمين تأخذ إلهي سيد قهرا هو أمانة جل وعلا ضد كاس أمانته وحام موجين يجسدها إذا إن باريت وحام كيه دي كان قصة أبي أيوب أو رنتي عجائب تهدل وحكى الله الله قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه سن ثقيلهن ضيوفته أما ضد كان مرتلا مرتي وحا إسكجلتها ثقيلة أجد عرس وقف كمرها ديدة إلهي سبحانه وتعالى وقدري
albaabada lagu ballaqo oo lagu marti saaro oo lagu loogo dadka inay ku cuslaatid maaha, bimacnaa dad baa culays badan qofka saara. Nabiga sallallahu alayhi wasallam arag inta uu ka leexanay maya iida maya iida inta uu kuhay, waxaa loo baahan dad marti tahay walaalkaa ee noocan ma haka badbadinno xadka ha dhaafinno, intii marka lagu talagalay ha dhaafin muddadii marti soorka tirada hadday 3 maalmood ahayna intaa ku gaabso. Nabiga sallallahu alayhi wasallam intii guri lagu diyaariyay ayuu marka ku joogay meesha ama halkaa uu joogay salaatu rabbi wasalaamu calayh. Waxaa kaloo haddana meesha aad ka qaadanaysaa Abu Ayyub al-Ansari inuu xoolihiisaas wadada ilaahay uu mariyey oo fi sabiil illahi uu ka dhigay in nabiga sallallahu alayhi wasallam marka inuu sida ay tahay usoo dhaweeyey. Nabiga markii inta ay dhacday kadib raashinkii la dhamaystay wuxuu leeyay i'tina gadan adna beri noo imow. Nabigu wuxuu jeclaa sallallahu alayhi wasallam wa kana alayhi salaatu wasalaam in hor dhicin wuxuu ahaa laa yasnacu lahu axadu macruufa ila axaba an yujaaziihi calayh, qofkii wanaag u sameeyey wuxuu jeclaa nabiga inuu isna qofka u amaal gudo. Walaakin aba ayuub lam yasmac dalik, laakiin markuu nabiga lahaa abu ayuub beri noo kaale adna abu ayuub ma maqlin. Qala lahu cumar radwaanu llahi calayh, cumar baa wuxuu ku yidhi ina annabiya sallallahu alayhi wasallam ya'muruk ya'muruk, cumar waa aragtay hadalkiisa wuxuu ku farayaa buu yidhi an ta'tiyahu gadan ya aba ayyub, abu ayyub beri noo imow amar wey. faqala abu ayyub sam'an wa ta'an wa ta'atan li rasulillah, hadaba hogaansan iyo maqal maqal iyo hogaansan baad u ogtaa rasuul allah. falamma kana gadu, subax markii la gaaray oo ballantu ay ahayd, dhahaba abu ayyuba ila nabiyyi calayhi salaatu wasalaam faacaahu waliidatan kanat takhdimuhu wa qaala lahu. subax markii la gaaray abu ayyub wuxuu ka lahay nabiga sallallahu alayhi wasalam, nabigana wuxuu siiyey jaariyad yaroo nabiga u shaqayn jirtay baa waxaa la yidhi adaa ku tegay istawsi biha khayran, hadda wanaag baan kuga ogahay wanaaji ya aba ayyub, fa inna lam nara minha ila khayran ma damat cindana, gabadhan yar inta inala joogta jaariyadan wax dhiba kumaynan arkin, waxaa khayr ahayn kumaynan arkin, la wareeg anaan kusiin waa hibe. caada abu ayyuba ila baytihi wa maahu alwaliida, abu ayyuba gurigii dib ugu laabtay isagoo jaariyadii markaa ay la socoto. falamma ra'ataha ummu ayyuba, markii xaaskiisa ay aragtay qaala liman hadihi ya aba ayyub, oo jaariyadan yaa iska leh? qaala lana, annaga iska leh, manaxnaa iyaha rasuulullah sallallahu alayhi wasallam rasuulka ina siiyey. qaalat acdim bihi min maanix wa akrim bihi min minxa, maxaa allah yani qofka maanixa ah ina siiyey alla weynaan badanaa waxay lana siiyeyna sharaf badanaa. faqaala waqad awsaana biha khayran, abu ayyub wuxuu nabigana wuxuu yidhi wanaajiye. faqaala marka waxay tiri wakayfa nasnacu biha xataa nunafida wasiyata rasuuli sal lay slam, oo maxaanu ka yeelnaa marka si nabiga dardaarankiisii ah hala wanaajiyada ahayd inaan wanaajinna, seen wanaajinnaa marka. faqaala wallahi laa ajidu liwasiyati rasuuli llahi sala allahu alayhi wasalam biha khayran min an uctiqaha, haddaba haddii arrinku uu yahay in nabiga dardaarankiisa la fuliyo wax ka khayr badan oo aanan ahayn in la xoreeyo ma arka wiyo marku aan xoreynaya. faqaalat hudiita ila asawaab, wadadi toosneed baa lagu tusay, fa anta muwafaq wal wafaji thumma actaqaha, markaasuu xoreeyey isagaa loo gartay waliiday ahayd jaariyad baa ahayd isna markaa wuu sii xoreeyey. maxaa yeelay waxaa ku dhegan nabiga sal lay dardaarankiisii ahaa maxay wanaaji. haadihi bacdu suwari xayaati abi ayyuuba alansaari fi silmihi, intii nabadda lagu jiray adduunyadu arado iska nabdoonayd oo dagaalka aanu jirin waatan abu ayyuub noloshiisi. falow utiixa laka an taqifa cala bacdi suwari xayaatihi fi xarbihi la ra'ayta cajaban, haddiise lagu suurto geliyo inaad dul istaagtid qayb ka mid a nolosha abu ayyuub ee dagaaladii wixii uu la soo kuusadana cajaa'ib baa had arkaysaa buli. yacni inta maanta aanu ka hadlayna markii nabaddu ay jirtay, abu ayyuub beertiisa ku jira, nebiga uu imanayo, farxadda la muujinayo, laysu loogayo, timirta noocyada kala duwana, waliidada markaa la hibeynayo, waliidada la xoraynayo, nolol waxaa lagu jiray degan, ila dagaal ma jiray. laakiin waxaa lasoo gaaray marxalad kale iyado ka duwanoo marxalatu lxarbi ah, marka dagaal baa bilaabanaya. faqad caasha abu ayyuuba radiallahu canhu tuula xayaatihi ghaaziyan xata qiil, waxa uu noolaa intuu noolaa isagoo duulaan un ku jiro ilaa la yidhi innahu lam yatakhallaf can ghazwati ghazaha lmuslimuun mund cahdi rasuul sal lay wasalam ila zamani mucaawiya, ilaa baa la yidhi inuusanba ka harin duulaan ee muslimiintu ay duuleen laga bilaa waqtigii nabiga ilaa xilligii mucaawiya, ilaa idaa kaana munshagilan canha biukhra, ilaa allaahumma inuu ghazwo kale ku mashquulsan yahay mooyaane. yacni ghazwadan
كان مشغولين الغزو الفلاني وغزو كذا. لكن إنه يسوي مع الاسكافة دي وبيرتي سجران اللي بيرلي يبقى هاي بيزن بقى هاي اللي مش يجين. وكانت آخر مركب عندما اي بضنت هاي غزواتكو نبدأ قدام بيم كسو قادم نابولي. وكانت آخر غزواتي حين جهز معاوية جيشا بقيادة ابن يزيد لفتح القسطنطينية. دولنادي أنا دولنادي كلا دونا وقالي أبو أيوب كي قدام بيوحوها عيدا كي ودياري معاوية أو هجانك وغير دي أو هجاميها وغير دي أبان دولة وغير دي ويل كيز يزيد وجيت كانوا أها إن لغو فرطة القسطنطيني إن يكره عن صوت الماني ومقعان ومقعي هرية إسطنبول ليقي أما وماشي إيدي جرين كنستنتنابل لديه جرين وعن إن يكره صوت الماني إن الدولة الإمبراطورية الرومانية إن يسدح بغي صدن إشانتي إلا إيه سدح بغي سلاشنتي إيه وإيهي وحن قال صوت المعنى لغب الله سدح بغي سلاشن إشانتي إلا يكون أفر بقول يكونتن يسدح دينا إن الدولة البيزنطية قعنت وجدت وحن قال صوت المعنى إن تاس أي قعنت إكوهيين مسلمين تسكد إن تاس وجرب يسكد دين إني فرطان هو هدي نقل يكون أفر بغي أفر تنكي تونكي كون أبغى أفر بغي لبي لواتنكي مسلمين توحي اسكت ديان با اخر كي جعانتي اسوق بشو مركي وفرتي نينك الله يقان محمد الفاتح ورنتي تاريخي سنمال الوصول مركي. طيب وكان ابو ايوب انذاك شيخا طاعنا مركه كان مركه ابو ايوب حينا كان معاويه ودريو يزيدنا وابن دوله وكي هي الربا ان الدجال كاي جلان ابو ايوب هو اها شيخا طاعنا من دا ايوه طاعنا في السن طاء راس والالف والعين والنون في السن او فاء حرف الجر اللي وجد بني وقف مرك اللي هو اد تو اولد يحبو نحو الثمانين من عمري وكسي السعودي كسي السقي سديتا انو جارو يعني معنى كما في جمر حب ضمير قف او كريبينج سميني وسحولات وكسعوده وجرجوراني مركا السقي وكدوا سديتا بكدوا فلم يمنعه ذلك من أن ينضوي تحت لواء يزيد أرنك أنه دعي هاي كمين ريبين إن كد وفايله على أن كي بندير دي أسيدي أبندوله يزيد أعيدن كوجامل وأن يمخر عباب البحر غازي في سنة إن بضى موجله ذنا وصاء لح مقوره ويشتغل لح قوش ويشتغل أوه ودد إله كجي هذه لأن مركب على قصة التقية ودوكتهم ماشي وحاجزته ماها سيدي سهلا نيد الاسكا هذه ما هو ان بطل صومر لكنه لم يمض غير قليل على منازله العدو حتى مرض ابو ايوب مرضا ابعده عن مواصله القتال فضيالك ودن بي وكقيب قالك ان يرمخ ضيالك يعني مدوا كما سوريين مركي عاد قال اسقطي ابو ايوب مركي هلك سوق حرار وي ادبو حنوصل حنون وصورت الجليم وانه ضيالك سي ولا فجاء يزيد ليعوده وسأله يزيد وجميع المسلمين تأوي مت شغل بوقان ويديني ألك من حاجة يا أبا أيوب وحدان الله لها مية جلد إلا نيجا و almost و أي إن أيتيس وكل جلسة دي تنجر بارتي وقاري وانين دقا وانين سود على انت جهاد من كل جري وجميع المسلمين تمركوا إنه يا أبا أيوب حالة ضمان تماشي مرة يساعد وحون من نوش شيئان لدوها بكل دي هدردار المدينة فقال ابو ايوب مرحبا هلا وسهلا اقرا عني السلام على جنود المسلمين هرت سلام يا جارسي اين انت مسلمين انت ماشي جو جنب وقل لهم حد ما كنت رهبا يوصيكم ابو ايوب ان توغلوا في ارض العدو الى ابعد غايه ابو ايوب دردار ان كي سوح ان كل دردار ميا ان تكفوا غاتان ديغان كعدو دغيهين الا ماشي وفق ادي كرتان جاري كتنجار كو وان تحمله معكم إن مركي هلك كوسي سعطان أبو أيوب نقادة هروسي قادة وأن تدفنوه تحت أقدامكم عند أسوار القسطنطينية هل كان أتكو حباشان مركي لقاره أسوار تاس القسطنطينية ميشا إيه الحين داب يدي داس هل كان مركي كحبان إنت مركو يجينا ولفظ أنفاسه الطاهرة هل كان نفط مركي كجب حذي رحمة الله عليه ورضي الله عنه أرضاه طبعا حالة ما عشان بلدية أيوب ما يشي دهان محافظة اسطنبول وهذا طبعا زيارة هوا لو تجا الكاس هنقول جامع مسجد الأمراء سلطان أيوب
sultaankaas masjidka lagu maray sultaan Abu Ayyub halkaas uu ku xabaalan yahay Abu Ayyub al-Ansari. Istajaaba jundu al-muslimiina liraghbati rasuuli illaahi sallallahu alayhi wasallam liraghbati saaxibi rasuuli illaahi dhe. Ciidanka muslimiinta dalabkii wuxuu jeclaystay rasuulka saaxiibkii, iyadoo dadku dhan asxaab in yihiin, haddana isaga si gaara uu nebiga saaxiib ula ahaa. Way ajiibeen, wakaruu calaa jundi alcaduwi alkarata bacda alkara, markaasi dhowr jeer isku xambaareen cadowgii, way isku xambaaran way ku rogaal celiyaan xataa balagu aswaar alqustantiniya, waxay socdeenba meeshii uu tilmaamay ah halkii ugu shisheysay ayay gaareen. Wahum yaxmiluuna aba ayuba maca, iyaga Abu Ayyub markaas sida. Oo markuu dhintay kadib, wahunaaka xafaruu lahu qabran wawaaruuhu fiihi, halkaaba qabri inta lagu qoday meesha lagu xabaalay. Raxima allahu aba ayuba alansaari, allahu naxariiste ah, faqad abaa ila an yamuuta calaa duhuuri aljiyaadi safinaat, waa uu diiday ilaa inuu ku dhinto mooyaane isaga oo saaran fardaha wadada ilaahay ku safan. Saafin macnaha saafinaad waxaa laga markay saddex ay lug ku taagan tahay wey, oo midda afaraadna kor u qaadayso. Ghaaziyan fii sabiili illah, wasinuhu tuqaarib athamaaniya, isagoo 80 sano ku dhow uu halkaas ku nafwaayo. Halkaana marka waxaan qaybta dambena waxaan ka qaadanaynaa in noloshiisoo dhan ay ahayd kifaax iyo nidaal iyo jihaad. Markuu nebiga marti sooro, markuu kifaax u galo, maruu soo dhowey muhaajiriinta meesha ay isugu timid, maruu islaamka wax u qabto, oo la yidhiba noloshiisoo dhanba jadwal fuul uu ahaa, waana sababta keentay in ilaahi subxaana wa tacaala uu doorto saxaabada midkii taariikh isla aqriyan mid kale waxaas leeda kan way halkay isugu tagtay. Haddana kan kale marka loo dib waxaa leeda kii horeba kan baa ka dalan. Dad waxay ahan laqad radia allahu ilaahi inuu yidhaahday icmaluu maa shiitum faqad gafartu lakum, in la yidhaahday والسابقون الأول من المهاجرين والأنصار إن لجراهدي محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا. أمانها صلا يتلدون القرآن كي سنة الكوع كيسان وي متسارون تدد عجائب تالي بيهايل. وإلى هنا بالله التوفيق.